حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذا أخرجه أبو داود، وقد طعن فيه بعض المعاصرين ورد عليه الألباني رحمه الله من أن من زعم أنها وهي كلمة بيمينه أنها مدرجة من شيخ أبي داود محمد بن قدامة قال فهذا من جهله. وعلى كل حال هو صححها رحمه الله، ونقل أن النووي حسن هذا الحديث كما في الأذكار، وكذلك حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار. فيكون الأفضل في التسبيح أن يكون باليد اليمنى لدلالة هذا الحديث، فإن لم يكن فليسبح بكلتا يديه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ولذلك ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله ما ذكرناه آنفا من التسبيح باليمين، فإن لم يكن فبأصابع كلتا يديه، قال لإطلاق الأحاديث. قلت مما يؤيد جواز التسبيح أو مشروعية التسبيح بكلتا اليدين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود أمر النساء أن يعقدن بالأنامل، وقال فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذا يدل على أن أصابع اليد اليمنى كما هي مسؤولة ومستنطقة فكذلك أصابع اليد اليسرى، فلا حرج في التسبيح بكلتا اليدين. أما القول بأن التسبيح باليد اليسرى هو محرم أو معصية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلاه ما كان من أذى، وأن اليمين أحق بالتسبيح من الطعام، فيقال القول بالتحريم وبتأثيم الإنسان إذا سبح بكلتا يديه أو باليد اليسرى قول فيه شدة أو مبالغة. لما؟ لأنه كما أسلفنا فإنهن مسؤولات مستنطقات كما في الحديث. ثم الطعام جاء نص واضح صريح بالنهي عن الأكل بالشمال كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أما بالنسبة إلى التسبيح باليد اليسرى فلم يأتي نهي كما في شأن الطعام. ومن ثم فإن الأولى بالمسلم أن يسبح وأن يعقد الأذكار بيمينه، فإن لم يكن فبكلتا يديه ولا حرج. لكن القول بتأثيم من سبح بيساره قول شديد وقوي، ولا يظهر لي أن عليه دين واضحة.